خلوني في الفيديو ده اقول لكم ليه اللاجونة من احلى الشواطئ اللي موجودة في دهب، وليه هي من الشواطئ بجد المقربة الى قلبي في مصر كلها مش في دهب بس. يلا بينا. اول حاجة تخلي المكان ده حلو قوي الصبح ان الدنيا فعلا هادية جدا هنا. هي هادية لما بنبقى في الاوف سيزن، يعني لو انت جاي هنا في عيد في اجازة رسمية في حاجة هتلاقي فعلا الدنيا زحمة شوية عن اللي احنا فيه دلوقتي نسبيا، اللي هو الناس قاعدة بعيدة عن بعض والدنيا هادية ومفيش ناس كتيرة وبتاع. بس لو انت جاي هنا اون سيزن في وقت عيد مثلا او حاجة هتلاقي في ناس كتيرة جدا. البحر هنا حلو جدا وبجد السانسيت هنا برضو عظيم. انا هوريكم السانسيت هنا شكله عامل ازاي. من الحاجات مثلا ممكن تعملها في اللاجونة ان انت تركب حصانة، ممكن تركب جمال، يعني هتلاقي في جمال هناك. معرفش انتوا هتبقوا شايفين الجمال دي ولا لا. اللاجونة مكان هادي جدا ان انتوا تعملوا فيه اي حاجة، يعني في ناس اهي عمالة الصراحة معرفش ايه اسم الرياضة دي او هم بيعملوا ايه، بس يعني they're enjoying themselves. الناس بتبقى قاعدة هنا في هدوء تام بجد، ما بيعملوش اي حاجة. في ناس هنا بتشوي، يعني هتلاقوا هنا كامب فايرز بالليل متوزعة على حتت كتيرة قوي. ممكن تيجي هنا تشوي، ممكن تيجي تعمل باربيكيو، ممكن تيجي هنا تشوي مارشميلو، تشرب شاي. هتلاقونا بنشرب شاي كمان شوية. بتيجي هنا الناس بتوفر عليك، اللي هو ممكن يدولك فرشة تنام عليها مثلا بتبقى بعشرين جنيه، ممكن تفصلوا شوية 15-10 جنيه، انتوا شطارتكم. في تاني ممكن تشربوا شاي براد هنا بيبقى ب30 جنيه. الشاي البراد على البحر على طول، البدو هنا بيعملوه على البحر، ممكن تجيبه من اي حد هنا. في الطبيعي بيبقى فيه هناك كايت سيرفينج، بس في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي النهارده تقريبا مفيش ويند خالص، مفيش اي رياح. المكان ده بيبقى للكايتس على طول، بتلاقي فيه كايت سيرفرز موجودين هنا في كل حته قاعدين بيروموا اللاجونه كلها. الجو فعلا حر جدا النهارده، احنا في اخر ديسمبر. معلش يا جماعه ثانيه واحده كده اقطعكم وانتم مركزين، يا ريت الناس اللي لسه بتتفرج تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو ده. ماشي خلاص تقدروا تكملوا الفيديو، اتفضلوا. فاللي فاكر ان دهب بتتراح في الصيف، فلا هي بتتراح في الصيف وبتتراح في الشتاء اكتر، لان هي اصلا تعتبر مشتة والناس المفروض تيجي هنا اكتر في الشتاء عامه. ليه بقى اللاجونة حلوة الصبح وليه اللاجونة حلوة بالليل؟ برضو من الحاجات اللي هتلاقوها كتير قوي في اللاجونة ان هتلاقوا في ناس كتيرة قوي بيعدوا عليكم بانواع اكل مختلفة. هتلاقوا اللي بيعدي عليكم برز بلبن، هتلاقوا اللي بيعدي عليكم بترمس ريد فيلفت، هتلاقي كيكس، انواع كيكس كتيرة قوي. انت لو حاسس ان انت جعان هتلاقي حاجة تاكلها، لو عايز تعمل حاجة هنا هتعملها، يعني مثلا لو عايز تشوي هتشوي هنا، لو عايز تعمل باربيكيو هتعمل باربيكيو هنا. اكيد لازم تبقى مستعد طبعا ان انت تعمل كده، بس يعني بس ده الحلو في اللاجونة ان انت تيجي اللاجونة من الممشى سهل جدا. هتيجي ازاي؟ هتظبط مع اي حد من الناس بتوع اللي معاهم نص نقل او سوزوكي او اي حاجه، ان انت تيجي وتروح من هنا بيبقى ب 60 جنيه، يعني من 60 جنيه ل 80 جنيه على حسب بقى الراجل اللي انت راكب معاه هتظبطه ولا لا بتاع مش عارف ايه وكده. بس التسعيره بتاعتها من 60 ل 80 جنيه رايح جاي، ده مش رايح بس، ودي للعربيه كلها، يعني على حسب انتوا راكبين اربعه راكبين خمسه السعر ده عامه هيتقسم على الناس اللي راكبه. هتيجي هنا خلصت القعده بتاعتك هتكلم الراجل اللي انت جيت معاه ويخليه يرجعك تاني على الممشى. لو انتوا مش عايزين تيجوا هنا بعربيه ممكن تيجوا هنا بعجله مثلا، ممكن تاجروا عجله وتيجوا، الطريق قريب نسبيا من الممشى مش تاخد مثلا ربع ساعه او حاجه بالعجله. بس لو انتوا يعني صحتكم قويه شويه، لو يعني هتحتاجوا تريحوا في نص الطريق ممكن ياخد تلت ساعه 25 دقيقه حاجه كده. برده ممكن تتمشوا من الممشى لحد هنا لو عايزين. ودي اللاجونة وقت الغروب، الدنيا في الهادي خالص، الناس كلها قاعدة بتتشل تسمع اغاني، اللي بيشرب شاي، اللي بيشرب قهوة، اللي بياكل رز بلبن، اللي بياكل كيكس، اللي بيعمل اي حاجة. في ناس هتقعد هنا لحد بالليل، ممكن ناس تقعد هنا لحد تاني يوم. فبجد اللاجونة من اكتر الاماكن الحلوة اللي ممكن تيجي فيها في دهب. وبس كده، دي كانت اللاجونة الصبح والمغرب. يلا بينا نشوف اللاجونة بالليل. غير ان انتوا ممكن تيجوا اللاجونة الصبح، ممكن تيجوا برضو اللاجونة بالليل وتشووا وتشربوا شاي، ممكن انت تاكلوا مارشميلو، تجيبوا معاكوا سناكس وبتاع ومش عارف ايه وتاكلوا، هتجيبوا معاكوا شوية خشب زي اللي هناك دول وتولعوا النار دي، وكل شوية ترموا شوية خشب في النار عشان النار تفضل مولعة.
الموضوع ده بتظبطوه مع حد مثلا من الناس اللي انتوا كنتوا رحتوا معاهم بمواصلات قبل كده؟ اي حد من الناس اللي معاها تمناية او كده هو بيظبطوا يجولي الحوارات دي، بس بتجيبوا انتوا بقى الشاي والسكر وكل حاجاتكم وبتظبطوا بقى القعده. احنا مثلا هنشوي مارشميلو، خصوصا لو انتوا جايين في الشتاء القعده دي هتبقى حلوه قوي عشان هتقعدوا حوالين النار، الموضوع هيبقى دافع قوي في الشتاء يعني، والقعده نفسها حلوه، تبقوا قاعدين نسبيا مفيش اي بني ادم حواليكوا، في ناس قاعده هناك مثلا، هنا مفيش اي حد قاعد، الدنيا فاضيه خالص، خصوصا لو انتوا مش جايين في سيزن في الشتاء يعني، لو انتوا جايين في وقت مش سيزن الموضوع هيبقى احلى بكتير قوي. لو انتوا جايين في سيزن الدنيا هنا هتبقى زحمه جدا لو انتوا جايين في سيزن. طب احنا الحمد لله جهزنا ميه الشاي وكل حاجه تمام، نسينا بقى ايه؟ نسينا الكوبايات. فاحنا بنكلم واحد صاحبنا دلوقتي يا رب يجي لنا ويجيب لنا معاه كوبايات، عشان احنا القعده دي كلها كانت قعده شاي اصلا وكده خلاص، كده القعده انتهت، احنا قاعدين 3 ساعات كده بنحرق خشب بس، بنشوي مارشميلو هنشوي مارشميلو ونحرق خشب مفيش شاي. يا رب ساري يجيب لنا كوبايات وايه السياخ الثلاثيه. وهذه كيفيه شوي المارشميلو على الحطب، ما بيتشويش خلاص خلاص. طب احنا الحمد لله صقر باعنا وما جاب لناش كوبايات، فقمنا اتصرفنا وجبنا كوبايات والحمد لله الشاي على النار عشان نقعد ناكل مارشميلو بس، وهنشرب شاي الحمد لله مش هنعمل اي حاجه ثانيه. A few moments later. رفعالي حالي ما بقتش ناوي للخير وافتكر كلمه الشاك وكنت جيل تعيطي بس ما حتطير. بس كده والنار خلصت، ودلوقتي الرايد بتاعتنا جت هناك بس ما كنتش باينه، والنور بتاع العربيه باين اهو. ودي كانت البلو لاجون بالليل وبالصبح، خلينا ننور الدنيا شويه بس كده. وده كان اخر حاجه في الفلوج بتاع اللاجونه الصبح وبالليل، يا رب الفلوج ده كان يكون مفيد بالنسبه لكم وتكونوا عرفتوا الحاجات اللي ممكن تعملوها في اللاجونه الصبح والحاجات اللي تكونوا تعملوها في اللاجونه بالليل. وبس كده اشوفكم في فلوج تاني يوم السبت الجاي الساعه 2، وانتل ذن see you guys in the next time.